السلام عليكم، شلونك؟ شو اخبارك؟ معك علي. اليوم راح نلعب امانج اس مود، يعني صح راح نركب مود وراح نلعب 4 اشخاص وقاتل واحد عمود ينتهي الجيم بسرعه. فكره اليوم يا مود زومبي يا مود شرطي. اوكي، واحد فكره المود عمود هذا ما يصعب عليكم، انه اكوش احنا ناس عاديين بس لابسين ملابس شرطه، وك واحد من عندنا زومبي، وهذا الزومبي راح يطلع بعد 10 ثواني، هو متنكر على شرطي، ولما يتحول زومبي راح يكون مدى الرؤية عنده كلش قصير، يعني ما راح يقدر يشوف بشكل زين. فأتمنى إني شرحته بشكل زين. خراويكم أكو شكلين للزومبي، اللي هو هذا هاتشي شكل عليه ورقة، والفوقة هاتشي سلايم عنده عين. أنا بس عمود ماشي يكون بيه، خل أختار هذا اسكن. يلا خلنا نبدأ فول الجيم. يلا مستعدين للمود الزومبي؟ يا مود زومبي يا ما أدري شنو. واحد طلع، ينقصنا واحد. نعم صام قاعد يقول لي راح نركب لك هذا المود. يلا خلنا نطب. ناكو ماكو، بسرعة بسرعة بسرعة. واحد مختار سكن الزومبي يا عالي، بعد ما حد راح يشك بيه لأنه هذا راح يطلع سكنات كلها شرطة. أنا زومبي؟ لا أنا كروميت، أنا إنسان عادي. دير بالكم واحد زومبي من عندنا، الزومبي راح يطلع بعد الوقت الفوق هذا، تشوفون؟ دقلي هذا الزومبي، هذا الزومبي، الزومبي هسه ظهر، مرة وين الزومبي؟ الزومبي يقدر يحول ناس وياه بالفريق، لما يحولهم إذا حولهم كلهم راح يفوز. قاعدين ندور على الزومبي بس ندير مالنا همين، بس ما اذا الزومبي قصير فان شاء الله ما عندنا مشكله. الزومبي همين يقدر، ما عندي مهمه. بسرعه بسرعه بسرعه، عندنا مود الزومبي اليوم ف اوكي عليها. خرعنا على بالي هو الزومبي هناك، عندي مهمه احقه في العين الباب راح يجينا. بسرعه بسرعه اهرب اهرب، اليد تعبانه. كاك واحد قاعد يراقب منه زومبي. شكله تحول زومبي، بس مشكلة الرؤية عند الزومبي جدا صغيرة. هنفوز. لا حولني زومبي، سكل احنا زومبي مدانا قصير ونختفي. ما ادري بس المهم خلنا ندور عليه، احنا زومبي. ها ها ها، تعال انا الزومبي. اح لا قفل علي الكلب. هلا لا صديقي هذا قفل علي. افتحوا الباب، ليش انا من يوم هاتش من ولد بالسجن؟ يلا هذا المكان مكان النكبة حرفيا، ما تدري من يطلع لك الشخص، منا لو منا. هذا هو المدى اللي يحدد من واحد اللي امتى راح احول زومبي. مدى الرؤية عندي هو بس واحد يطبي على طول زومبي. حركات الورعين هنا يلبون. ها 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 اوكي، لا ما لقيته. يراد لي ادور مهمة الزومبي صعبة جدا. احد بالكاميرات، هذا شكل احنا زومبي. غرفة الاجتماعات، ردنا ندور بقاء كم حارس، خلنا ندور مهام. اوكي فازوا، احنا فزنا. لا هم فازوا، ليش احنا بس 3؟ احنا 2. او لا هسا يلا صرنا 4. يلا عندي بعد 1 2 3 جيل. يلا جيل. يلا مود زومبي، مود زومبي. يلا خلينا نشوف. انا زومبيس، زومبيس ترو. بعد ما اقدر تحول زومبي بسرعه، تحول بسرعه. هالصفن هالصفن، ارجع عليك الله، اتحرك عليك الله. حولت زومبي، حولت زومبي. لولا مع شكل التحكم الخالص الخالص. تعال
المشكلة هاي ما رؤية الزومبي جدا صغيرة. حولته، تعال الشرطي الثاني، الشرطي الثاني، تعال تعال اضرب هاي حركات الوسخة، بلعب بلعب، حولته زومبي، راح افوز، تعال تعال تعالكم على علوي زومبي، اتوقعك واحد قاعد يحاول يهرب، تعال وينك خلع حالك زومبي. كالزومبي مدى كلش قصير فما تقدر تعرف وين الناس. طب الزومبي طب البنت ايش دراك ناكل حاجة تصورها واحد. الزومبي اللعب بيه ممتع بس راح يخلصون مهامهم فوق. ها تحولتي، تحولت فزت، يس 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 فزت. علاوي الزومبي هنا يفوز، شي يدريك وانت علاوي يفوز. ها ليش طلع؟ تعال خلنا ثاني واحد غيره يطلع. اوكي طلعوا كلهم ما يرجعون يلعبون وهاي، فبس وصلنا نتيجة قناة الحلقة، عجبتكم طلع كل شيء في القناة وفعل جرس التنبيهات على مود يصل لك كل فيديو على بطل، وتريد انه ننزل مودات ثانية عادي ما عندي مشكلة، فبس باي باي.